Islam, donde Jesús no lo creyó. Eso es el Islam. Y eso es la creencia y la religión que trajo todos los profetas y todos los cristianos. Nosotros adoramos a un solo Dios y respetamos el... السلام عليكم. اليوم 14/5/2018 مركز تواصل فنزويلا جاء لأحد المستشفيات الحكومية لكي يعني يوزع الغذاء على عشرات من الناس الذين هم من الصباح ينتظرون بعض مرضاهم في المستشفى. اليوم الحالة الاقتصادية والمعيشية صعبة في فنزويلا. قدمنا لهم بعض المواد الغذائية والكتب الإسلامية، وكنا نتحدث معهم عن إحسان الإسلام ورحمته وعدله وحسن المعاملة التي أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.